السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين أخوتي بخير؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام، وخا ما بخير ما والو كنخرجو هنا وكنهضرو، حيت ملي كتشوف شي حوايج ما كيهنكش خاطرك كتقول واش أنا في المغرب ولا في شي دولة أخرى؟ فين هما الرجال؟ ما بقاوش الرجال أصاحبي اللي كتجيهم الغيرة على البلد ديالهم، ما بقاوش اللي كتجيهم الغيرة على المغرب وعلى بلادهم. سي بوغ سولا أنا كنهضر في هذا المنبر هذا وكنتفقس وكنقول، وكان كنت تما في موقعة الحادث وخا ندخل الحبس جومون فو ندخل الحبس، الا بغاو يدخلوني للحبس غير يدخلوني للحبس، ولكن ما يمكنش نشوف واحد جاي من دولة اخرى براني وكيتكرفس على واحد السيد مغربي، هو ولد بلادي ولا بنت بلادي في المغرب، وهو اصلا ماشي مغربي، مازال مغربي جات معانا، نقولوا هانيا مي يكون مشيو ولا نقدروا نفرقوهم. هذا واحد براني، عرفتوا كان وقعت هذه في فرنسا يعلقوه. هنايا الناس هنايا في فرنسا كتجيهم الغيره بعديتهم على ولاد بلادهم، من حقهم حيت ولد بلادهم، ولا قستي لهم بنت بلادهم يا ويلك بنت بلادهم تسالهم هنا في فرنسا، واخا تكون مذنبه هي خاطئه كاين القانون، يجرجروك في المحاكم ويتكرفسوا عليك لان ما انت جاي من بلاد اخرى وكتكرفسنا على بنت بلادنا. شكون انت؟ قبل ما نواصل معكم الحديث جبت لكم جوج ديال لي ديال ديال لي فيديو، جوج ديال لي شونتيون، جوج ديال 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 النساء اللي تزوجوا برجال في ليترونجي، وحده دات السوري اللي تكرفس عليها دابا علاش جاي انا نهضر، وموديل اخر ديال واحد الفلوغور معروف سميتها بشرى الماضي، حيت هي انتيليجونت هاد البنت هادي وهي قافزه داكشي باش طوفات داك المصري ومنعته هربات، تزوجات ضابط مصري وتكرفس عليها، وهذه مسكينه اللي دات هذا السوري هذا تكرفس عليها السوري، وخص الشرطه القضائيه تدخل وخصها دير اللازم. وكنوجه دابا رسالتي للسي الحموشي الا سمعني في هذا المنبر المتواضع، خصو يدير اللازم في هذه المساله هذه، يمشي لشارع ايميل زولا الدار البيضاء فين كاين السوري والمصريين اللي تكرفسوا، ماشي سوقهم هما المصريين عندهم الحانوت حدا السوري وتكرفسوا على هذه المغربيه هذه. فينكم المغاربه اللي رجل على رجل في القهوه وكتبندقوا تهندقوا، وهذوك لي كلوشار اللي كيجبدوا الجناوه وكدا، ايوا سيروا دافعوا غير على بنت بلادكم كيتكرفس عليها مصري، سبها المصري وضربها، هادشي اللي قالت هي. انا غندير لكم لا فيديو تشوفوا تسمعوها، هادشي اللي قالت هي، ضربوها دوك المصريين جاتهم النفس على السوري، انت في بلادك المغربي وكتاكل الطرش ومحقور في بلادك، وكان كنت تما انا غادي نوري غنوري شنو غندير له كان كنت انا تما، قلت لكم جمهور فوق ندخل الحبس. المهم ندخل بعدا وراسي مهزوز، ما خليتش انا واحد ولد بلادي تكرفس عليه واحد، الا بغاو المغاربه ديالي نيت القاضي اللي غيحكم عليا مغربي ويعطي الحق لهذاك خينا هذاك جاي من مصر ويعطيه الحق يدخلني انا للحبس جو من فو، ولكن انا في المغرب في بلادي ما نخليش واحد ولد بلادي يتكرفس، واخا يجيب الملاير هذاك السيد هذاك يعطيهم لي باش نسكت، يسكتني بالفلوس مثلا على حساب هذاك ولد بلادي وكلا العصا، نقول له لا خصك تخلص، هادشي ما فيهش اللعب حيت هذا خط احمر، حيت حنايا في المغرب هنايا هادو راه مغاربه اللي جاي تكرفس عليهم، انت منين جيتي انت تكرفس لي انا على هاد المغربيه هادي؟ فينكم الرجال؟ فينكم المغاربه؟ ما بقيتش كنبان هاد الايام بزاف باش ما نطولش عليكم اخوتي، حيت كندير مواضيع اجتماعيه وما كاينش تفاعل فيها والناس ما كيديروش لا لي لايك لا حتى شي حاجه، سافودير ما عاجبينهمش هاد المواضيع اللي كنديرو حنايا، ما عاجبينهمش، سي بور سولا انا ما بقيتش كنبان بزاف حيت الفيديو والحلقه كتاخد لي 3 ديال السوايع، وكنضرب عليها تماره ونجيب الاخبار ونجيب المعلومات من مصادر موثوقه، كتجيني المعلومات اللي كنعطيكم هنايا، عندنا ناس كيعطيونا اخبار من مصادر موثوقه ولكن ما كاينش تفاعل بزاف، سي بوغ سولا ما كنبانش بزاف انايا، ما بقيتش كنبان، كندير دابا حلقه في نهار نهار لا، ونقدر الا بقينا هكا نقدروا نديروا حلقه في 3 ايام نقدروا حلقه في سيمانه، ما كاينش تفاعل، باش ما نطولش عليكم اخوتي انا غادي نبين لكم هاد الجوج هادو المغربيات وابري نواصل الحديث ان شاء الله الرحمن الرحيم. ستين هو هربان، انا اللي جبتو من سوريا من الحرب، انا اللي نقدتو، انا بعت داري على قبل هو ولده وعنده ولد مرة من ورا اخرى، انت كنت عايشة في سوريا؟ كنت عايشة معاه في سوريا، جيت قبل عتقته هو ولادو جبتهم من المغرب وقفت معاهم خدمت عليهم، عندي معايا جوج الوليدات، وقف على رجلي هرب عليا، سخت الاخبار بانه هنايا، جبت الدري راه والدري كيموت ليا مريض، بغيت غير دول ولدي، ما بغيت حتى حاجه، كي غير دول ولدي، وجمعوا عليا السوريين. هذا المحل ديال من هذا؟ ديالو. المحل ديالو؟ ميسور الحال هوايا، عمرو ما صرف انا غير الله اللي عالم بحال.
حياتي جات وقفت هنايا كنطالب غير يجي يشوف ولدو يديه ليا للطبيب. مصريين ما كنعرفهمش في هاد القهوة شدوني ضربوني تكرفسوا عليا عايروني سخني اش بيني وبينهم الله العالم. هادو مصريين هما صحاب ديك القهوة اللي كاينة تما. قال لك ضربتهم النفس على شارهم. انا ما دويت معاهم ما تكلمت. قال لك واقف حدا المحل اللي عندهم حق يدوي على متر ونص انا واقفة هنا بعيد عليهم كنطالب بالاب ديالهم يجي. انا ما يمكنش نهز دراري 6 سنين وكورونا ما عنديش. هو في كين هو هو فين هو دابا ساكن غير فهاد العمارات الراقية ساكن الشكاري ب 8000 درهم كاري السيارة ب 6000 درهم عنده محل كاري السيارة ب 6000 درهم تاجر كيتاجر في الرموكات ميسور الحال. مشيت المحكمه ما كاينش شي اداره. انا مشيت حتى الرئاسه ديال الجمهوريه ما كاينش شي باب ما تندقوش وما تنعياش وتكرفصت. ماشي كنت فرحانه ولا لا تكرفصت وتقطعت بهذاك لو تيرم ديال تقطعت لان ماشي بلادك يعني كيبغي وقت كيطلب وقت. محكمه عسكريه باش تجي انت تحيدي واحد ضابط عاقد تحاكمي راه ماشي سهله. 20 عام وتجي انت تحاكمي عقيد راه سابخون دو طون خصكي لينيرجي لان كيبقى ولد بلادهم ولد غيعاقبوه هو ولكن ما غيبغوش يعاقبوا داك العقاب اللي بغيتي انت. وحيدوا ليه التوني. جلس كنطلع في واحد القناه كانوا شي اخوان جزاكم الله بخير شي مغاربه كانوا قالوا ليه سجل وهذاك الشيء لان شرحي لي الاخت فاطمه الزهراء كيفاش انا طالعه كنعاود لكم قصتي وكنعطيكم بالدلائل ان هاد السيده شنو كتنوضوا نتوما بنات البلاد اللي كتبعوني كتمشيو تواصلوا معاه وديروا معاه علاقات. قلت لك ان كاينه واحده من المتتبعات عايشه في فرنسا خسرت عليه 160 مليون ما غطيقيهاش. كما سمعتم وكما شاهدتم اخوتي المغاربه ما جاء على لسان السيده هذه اللي تكرفس عليها هذاك السيد هذاك السوري هذا مجوجه بسوري ونكر والولاد ديالو قالت قال لها ماشي ولادي وما كيصرف عليهم ما حتى شي حاجه دير البوغديل وتا واحد ما تحرك تا واحد. فين هي الشرطه القضائيه فين الناس يعني الهيئات الحقوقيه فين منظمات نسائيه اللي خصهم يدافعوا على هذه المراه هذه اللي تكرفس عليها واحد السيد جاي من ليترونجي هو جاي للمغرب خصو يعني ملي كتجي شي دوله خصك تطبق لا 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 كي كنقولوا حنا القانون ديال ديك الدوله هذيك الذي يسري في تلك الدوله. انا مثلا انا مغربي وغنمشي لمصر غادي يقولوا لي خصك انتيغرا. هذا هو المشكل ديالنا في المغرب ما كيحاولوش الناس اللي كيجيو من ليترونجي يقولوا لهم تانتيغراو. حنا المغاربه كانت انتيغراو على حسب الناس اللي كيجيو عندنا حنا كانت انتيغراو عندهم كنمشيو حنا بسونس كونترير لو موندا لونفير. واحد جاي من السينيغال بار اكزومبل المغرب خصني انا نهضر باللغه ديالو هو نهضر باللغه ديالو انايا هو اللي جاي لعندي. ملي كتمشي لشي دوله اخرى انت اللي غادي لديك الدوله غتخدم فيها وكذا خصك تانتيغرا في ديك الدوله خصك تانتيغرا. الا مشيتي لاسبان بار اكزومبل واش في لاسبان غتهضر معاهم بالعربيه لي اسبانيول غتهضر بالاسبانيه خصك تقرا الاسبانيه باش تخدم معاهم باش تانتيغرا لان انت اللي مشيتي لعندهم وباغي تخدم تما وباغي ما عرفت تقرا ولا شتي با شنو باغي دير خصك تانتيغرا. حنا المغاربه ساهلين وظريفين كنانتيغريو الجامع كنانتيغراو عنده حنايا. واحد القضيه لحتى خوتي المغاربه ان حنا في المغرب كنعطيو القيمه بزاف للبراني اكثر منه حتى كيولي البراني ما كيحملناش غير كيشوفنا كنعطيوه بالدار كيعطينا الصبع بالعربيه تاع عربت. هادشي اللي كيوقع هادشي اللي كاين ملي كتبدا تلحس الكابا لشي واحد بزاف كيسحب لك كتقرب منه ولا راه كتانتيغرا معاه ولا زعما راه انت كتوري له راك انت راك زعما معاه كتهضر زعما باللغه ديالو راك قريب منه راه كذا كتعطيه بالدار كيعطيك الصبع كيعطيك الكازي. علاش كيقول هذا ما عنده قيمه هاد السيد هذا ما عنده لا اصل لا مفصل لا قيمه. الافلام السوريه والافلام اللبنانيه والمصريه اثرت في المغربيات بزاف حتى ولاو كيحلموا غير باش يتلاقاو مع شي سوري ولا مصري يتزوجهم واخا يكون هو على حديده ما عنده والو خصها تزوج به على حسب ديك الهضره اللي كيهضر هو المصريه ولا السوريه تسمع ديك الهضره هذيك وفي التالي كتفاجئ بكسميتو بالواقع المر. خدمت انا مع سوري كان كيدير لي العراقيل في الخدمه ديالي. الشرقيين صعب على المغاربه في التخرويد وفي الرشوه وفي التخرويد وفي التبلحيس الشرق اشداكم للشرق المغاربه. الرجل المغربي رجل عصري واوفير حيت حنا قرابين من الاوروب عندنا الدماغ اوفير. للشرقيين صعاب ما تقدرش تجيري معاهم صعابين. خدم معايا سوري دار لي عراقيل في الخدمه دار لي عراقيل كان كيعطي الرشوه للشاف وكان مخرويد
خدم معايا ماشي السوريين كلهم ما مزيانينش، ولكن غير نقول لكم الواقع باش تعرفوا شنو كاين، حيت نتوما واخدين واحد الفكره كتشوفوا الافلام بزاف، حاولوا تنقصوا من الافلام. خلاصه الامر اخوتي باش ما نطولش عليكم بزاف، خصي الحموشي وخص الشرطه القضائيه تدخل وتنصف المغاربه من هاد الناس اللي كيجيو دي زيترونجي كيتكرفسوا عليهم في بلادهم، خصكم تنصفوهم وخص نزلوا على بنادم اللي كيجي من ليترونجي تكرفس لكم على ولد بلادكم، تجيكم النفس على ولاد بلادكم. هادشي انا كيفقصني، وكان كنت انا مسؤول تما نوريكم شنو غادي ندير، تجي انت ايترونجي وتكرفس لي على مغربي في البلاد ديالي انايا، ما كاينش القانون. المهم اخوتي المغاربه كنتمنى ان الرساله ديالي توصل للمسؤولين ويديروا يتخذوا يعني قرار عاجل، حيت هادشي هذا راه ايرجون. واحد السيده كتاكل العصا من واحد ايترونجي في المغرب في بلادها، راه فضيحه كاتاستروف هادي. كنتمنى ان رسالتي توصل، كثرت الكلام خير الكلام ما قل ودل اخوتي المغاربه، احبكم في الله، الى حلقه قادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم، كنتمنى لكم نهار سعيد.